انا هبدا معاك عشان برضو الساده المتابعين يبقوا يعني بادين معانا من الاول كده، تاريخ البطوله وتحديدا كام نادي مفروض مشارك فيها هذه النسخه؟ هي البطوله دي النسخه 33 فيها، بدايتها كانت سنه 65. كانت الاول لغايه 2016 كان بتتعمل بين بطل اوروبا وبين بطل امريكا الجنوبيه، بيتعمل زي على غرار نفس اللي كان بيحصل في كره القدم، انه كان بيبقى زمان كانت الانتر كونتيننتال، لان هي خلي بالك اسم حضرتك بطوله لغايه دلوقتي اسمها انتر كونتيننتال، كاس القارات او كاس العالم للانديه. لما بقى بدا الموضوع يبقى فيه توسع، يعني ما بقتش مقتصر على القارتين دول بس، يعني اللي هم شكلها ونظامها اتغير على مدار كذا مره. أوكي. على مدار سنوات عديده يعني. الاول كان بتلعب بين بطل اوروبا بين بطل امريكا الجنوبيه مباراه واحده بس، اللي يفوز بيها يبقى خلاص هو شال كاس البطوله. بدا بعد كده يبقى في استحداث للنظام، بدا يدخل انه يبقى صاحب الارض يبقى ليه مقعد. بعد كده الاتحاد الدولي بدا يبقى في تغييرات اصلا، لانه انت المفروض كان بتبقى بطل امريكا مع بطل اوروبا بيلعبوا بعض، كان في مشاكل يعني بين بقيه القارات مالهاش نفس. ما هو بقى ده من ضمن الحاجات اللي بدات تحصل بعد كده. احنا دلوقتي بنتكلم عن المشاركه اللي احنا موجودين فيها، الاهلي بيشارك فيها السنه دي. السنوات اللي فاتت تحديدا اخر سنتين كان بيكون بين اربع فرق بيلعبوا البطوله دي. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان شارك فيها نادي الزمالك، وكانت اقيمت هنا في مصر على صاله الدكتور حسن مصطفى. في 6 اكتوبر السنه اللي فاتت كان شارك فيها اتحاد المنستيري التونسي، اربع فرق بس. فكانت الدنيا اسهل بالنسبه لاي فريق طبعا، انه بمجرد فوزه بمباراه هيعلق ميداليه في كاس العالم للانديه. لكن المشاركه بتاعت الاهلي اعتقد انها اصعب، لان انت كمان دلوقتي بقى عندك 5 فرق غير النادي الاهلي موجودين، بيبقوا متقسمين على مجموعتين. هنتكلم ده اتقالهم كلهم طوال ما فهمش حد يعني قليل، يعني ممكن نبقى بنتكلم على الفرق. بس الاهلي للاسف وقع في مجموعه، انا من وجهه نظري يعني انها مجموعه الموت. احنا لو كنا رحنا المجموعه الثانيه كانت الدنيا هتكون الى حد كبير الطف شويه بالنسبه لنا. المجموعه الثانيه فيها بون الالماني، بون تيليكوم بطل المانيا وبطل الصين والمنامة البحريني. لو كنا في اي طرف، يعني شيل اي طرف من دول، يعني سيب حتى بطل اوروبا اللي هو بون تيليكوم الالماني كان مثلا هو اللي موجود في التصنيف الاول واحنا تاني ومعانا بطل الصين، كنا نقدر نكسب مباراه. طب مجموعتنا احنا بقى احنا للاسف معانا فريق ايجنت الامريكي اللي هو بطل الجي ليج. الجي ليج ده يعني المسابقه اللي تحت الام بي اي بالظبط. لكن كلهم يعني احنا كنت لسه امبارح ان شاء الله بظبط في الماتش ده كنت جايب امبارح السكور بتاعهم، عندهم 6 لعيبه فوق ال 2 متر، 2 متر 8، 2 متر 16. ما تقولش ولو قلت احنا مش هنسمح. لا ما احنا كده النادي الاهلي برضو عنده 5 لعيبه فوق ال 2 متر من ضمن السكواد بتاعه. عمر تقريبا، عمر عرابي اللي هو عمر طارق، مايكل فكوادي المحترف النيجيري. طب عمر اطول مصطفى واحد كيش. عمر اطول واحد 2 متر 16. ما شاء الله. فهو وحش يعني عندنا تحت الباسكت. فمن ضمن العناصر المميزه جدا